بدأت اليوم الخطة التنفيذية للتحصين بلقاح كوفيد-19 في محافظة شمال الباطنة بولاية صحم بمدرسة الفرقان بالحويلي الجديدة، وتستمر إلى 12 من شهر يونيو الحالي 2021 للميلاد، حيث ستكون على النحو التالي: نوع اللقاح 1 إكسفورد استرازينكا، الجرعة الثانية للفئة المستهدفة كل من تلقى الجرعة الأولى سابقا ولم يتلقى الجرعة الثانية، 2 فايزر الجرعة الثانية، الفئة المستهدفة كل من تلقى الجرعة الأولى حسب الموعد المحدد له للجرعة الثانية، 3 فايزر الجرعة الأولى، والفئة المستهدفة لجميع موظفي القطاع الحكومي بالولاية مع ضرورة إبراز بطاقة العمل. ستكون على التوقيت التالي: أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا وإلى 4 مساء، وفي نهاية الأسبوع من 9 صباحا إلى 4 مساء. الرجاء إحضار البطاقة الشخصية لتلقي اللقاح.